سؤالك دلوقتي، اشوف ازاي تستخدم الماس في الشغل بتاعنا. اقول له انا عايز ارسم ماس، ممكن اقول له بقى انا عايز ارسم ليفل تاني وتالت ورابع، مفيش مشكلة. ممكن تقول له من كرييت انا عايز ارسم ليفل، تختار الليفل اللي انت عايز ترسم فيه، او تختار اي ليفل وتقول له كوبي وتبدأ تطلع بيه زي ما انت عايز. تختار اني حاجة اللي انت عايز ترسم عليها. بعد كده ممكن تقول مثلا عايز ارسم الريفرنس، واقول له مثلا عايز ارسم من خلال البوينت بالشكل دوت. بعد كده تقول ممكن سيت، تقدر ترسم على اي واحد فيهم مثلا دوت. اقول له ان عايز ارسم هنا بالشكل دوت، ممكن اقول له سيت واقول له انا عايز ارسم على ديت، وترسم مثلا حاجة بالشكل دوت، بحيث ان هو يحول من الدايرة للشكل السداسي او الثماني. بعد كده اقول سيت واقول له ارسم هنا، وممكن ترجعها تاني. وبعد كده اقول له سيت واختار ديت، ونيجي هنا نخليها مثلا شكل زي كده. وبعد كده نبدأ نختار الأشكال، ونختار الخط بتاعنا الريفرنس، وأقول له create form، فيبدأ يشكلها لي بالأسلوب دوت. تقدر تعمل select عليها وتقول له قسمها لي default service بالشكل دوت. تقدر تختار وبعد كده تختار الباترن اللي انت عايزه من هنا، او ممكن تقول له انا عايز اضيف ايدج، فتبدأ تضيف ايدج للشكل بتاعك، او ممكن تقول له اد بروفايل، فيبدأ يضيف لك بروفايل. بروفايل والايدج بيساعدني ان انا اعمل سيلكت وان انا اعدل، بيضيف لي نقطة مثلا تقدر تعدل من خلالها على الشكل زي ما انت شايف. فبالحاجات اللي هي بتاعت الماس دي بنقدر نعمل شغل قوي جدا ونتفنن فيه.